شركة مصانع غربلة هي شركة متخصصة في مواد معالجة وتنقية المياه والخامات الصناعية. تأسست شركة مصانع غربلة عام 1995، وكانت رؤيتها وهدفها التعدين للحصول على أفضل الخامات الأساسية في المملكة العربية السعودية وتحويلها إلى خامات صناعية مثل كربونات الكالسيوم ورمل السيليكا. في عام 2004 قامت شركة مصانع غربلة بتأسيس عدة مصانع على مستوى المملكة لتغطية الطلب المحلي والعالمي والتصدير الخارجي للشركات الصناعية والمقاولات الدولية ومشاريع تحلية وتنقية المياه بأعلى جودة المطابقة للمواصفات العالمية ASTM E11 Test Sieve وحسب مؤسسة المعايير القومية الأمريكية ANSI وحسب معايير جمعية الأشغال المائية الأمريكية EWWA B100/09. لتغطية الطلب المحلي والعالمي والتصدير الخارجي للشركات الصناعية والمقاولات الدولية ومشاريع تحلية وتنقية المياه. تعني شركة مصانع غربلة بمواد تنقية المياه عناية خاصة، فالمواد مغسولة مجففة متدرجة الأحجام حسب المعايير العالمية EN12904 لضمان أفضل الجودة. مواقع شركة مصانع غربلة في المملكة العربية السعودية هي الرياض، الخرج، جدة، رابغ، والدمام. منتجات شركة مصانع غربلة. تمتلك شركة مصانع غربلة أكثر من 14 منتجاً رئيسياً وعشرات المنتجات الفرعية لتغطية جميع احتياجات المصانع المعتمدة على الخامات الصناعية ومشاريع معالجة وتنقية المياه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. منتجات مواد تنقية ومعالجة المياه الرئيسية هي الحجر البركاني، رمل السيليكا، الحصى، الانتراسايت، الفحم المنشط، الجارنيت، البيرم، الحجر الجيري والجير المطفي. منتجات الخامات الصناعية الرئيسية هي بودرة السيليكا، الجير الحي، وكربونات الكالسيوم. آخر مشاريع شركة مصانع غربلة. تفخر شركة مصانع غربلة بتعاونها مع العديد من الشركات في المشاريع التالية: مشروع محطة تحلية رأس الخير بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة دوسان الكورية. مشروع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في محطة تحلية جدة RO3 بالتعاون مع شركة زاليم الأمريكية. مشروع تحلية الشعيبة بالتعاون مع شركة نوماك. كما وتعاونت شركة مصانع غربلة مع شركة دينور الأمريكية في مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي. مشروع هيئة كهرباء ومياه الشارقة. شركة بنجرالة للمقاولات في مشروع تنقية المياه مشروع سد جازان. مشروع شركة طاقة رابغ. شركة أرامكو في مشاريع ينبع والجبيل. شركة KCC للهندسة والمقاولات في مشروع لمحطة الرقة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الكويت. شركة دوسان الكورية في مشروع الشعيبة RO4. مشروع روافل لتنقية المياه بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تكنولوجيا المياه المتقدمة، سيتي سعودية، روافد للصناعة، الفتاح للمياه والطاقة. في 8 مدن: حقل، دبا، الوجه، أملج، رابغ، الليث، القنفدة، فرسان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على www.bm.com.sa.